ايه الوقفه دي دلوقتي قدام مديريه امن القاهره؟ عايزين حق الراجل الشاب اللي مات ده. طب وانت حضرتك مش واثق ان الحق يرجع بالقانون؟ لا لا مفيش حق يرجع، ان دي مش اول وقعه تحصل في البلد، يمكن كلنا نعلم بذلك. ناس ماتت كتير قوي، وصباط وامناء شرطه وكله طلع براه بالقضاء المصري. لو انا عارف ان الولد ده لو انا عارف ان ابني ده هيتجاب حقه، والله العظيم ما اقف الوقفه دي، واروح انام مطمن واقول حق ابني هيوصل. لكن انا عارف ان بالقانون المصري وبالوضع اللي انا شايفه مفيش حد بياخد حقه. قول لي اعمل ايه؟ شاب سادات لما مؤاخذه كان فاضله شهر يبقى عريس، شهر ايه ده؟ تنجيده الاسبوع الجاي، وعازم زمايله على تنجيده الاسبوع الجاي، وبيوضبوا له في شقته. ده ابوه من امبارح في لو مؤاخذه في العنايه المركزه في غيبوبه مع بعض، عيل يتيم امه ميته. ايه انا حرام ولا حلال الكلام ده؟ انا منطق يعني يقول لك الكلام ده؟ لكن انا لو عارف ان هيجاب حقه اقسم بالله الناس كلها هتمشي، مش انا بس. لكن وقفتنا دي احنا حاسين ان الولد ده مش هيجاب حقه، وقفتنا دي عايزين نجيب حقه بس بالادب وبرضه وبالاصول وبدون قله. دي بلدنا احنا بنحافظ عليها. انا مش هيب التاني. امه ميته مقتوله رخره نفس الطريقه. امه برضه ميته مقتوله. مين اللي قتلها؟ واحده وخدت 3 سنين وطلعت. وابوه في الانعاش دلوقتي. وغلبان وبيصرف على اخواته وعلى ابوه. ومسكين قوي وغلبان والله العظيم، ماليه في اي حاجه. غلبان ماليه في اي حاجه والله. تمام. غلبان وواد زي القمر، والله العظيم زي القمر، حرام بجد، حرام بجد. يعني هو يعني امين الشرطه يعني مش يعني ايه؟ يعني ابني خالتي امين شرطه بس ما عملش كده. انا ابني خالتي امين شرطه بس مش كده. مش بالطريقه دي. والشرطة عشان الشرطة لو وقعت الدنيا البلد هتخرب، لازم الشرطة تقف على رجلها زي الأول أحسن. الدم الأحمر ما يخافوش، الدم الأحمر ما يخافوش، الدم الأحمر ما يخافوش. أنا بني آدم، أنت تخاف تموت كلب، تخاف تموت قطة، أنت لو موت قطة تتحاسب عليها، ربنا يحاسبك عليها. تموت بني آدم؟ ده بني آدم يغلط حاسبه بالقانون بالورقه والقلم من غير ما مد ايدي عليه، انما اضربه بالنار بصفتك ايه ان شاء الله. واحد راح يسترزق يتقتل ليه؟ يعني هو الحكومه ولا وفرت له شغل ولا وفرت له مصدر رزق، وبعدين بيخلصوا عليه؟ يعني حاجه الواحد بتحرق دم الواحد.